بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق يا أمين المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، رب زدني علما، اللهم إني أسألك فهم النبي محمد المرسلين وفهم الملائكة المقربين. خلصنا في الفيديوهات اللي فاتت أو خلصنا في الفيديو الأخير دايرة الباور سبلاي، وعرفنا تركيبها إيه، وعرفنا الغسيل اللي أنا بستخدمه عشان خاطر أحول من فولت أعلى من 5 فولت ل 5 فولت عشان أعرف أتعامل مع المايكرو كنترول. فاضل بقى إن إحنا نخش نشتغل على حاجه اسمها داتا دايركشن، وقلنا معناها انني بحدد بن معينه من بنات المايكرو كنترولر اقول لها تشتغلي انبوت او تشتغلي اوتبوت. وقلنا الكلام ده هيتم عن طريق امر معين. فين الامر ده واسمه ايه؟ الامر دوت اسمه او الهيئه بتاعته بالشكل ده، تريس اكس بتساوي فاليو. ايه الامر ده؟ كلمه تريس كلمه ثابته مسلم بيها، نكتبها زي ما هي، يبقى دي تريس. طب الاكس ده عباره عن ايه؟ الاكس ده عباره عن اسم البورد اللي انت عايز تتعامل معاه، اللي انت عايز تحدد البنات بتاعته تشتغل انبوت ولا اوتبوت. فاسم البورد احنا قلنا في 16F8072 ايه، عندنا 5 بورتس، كل بورت ليه اسم اللي هم ايه، اي وبي وسي ودي واي. اذا الحرف الاكس ده ممكن اشيله واحط مكانه اي او بي او سي او دي او اي بناء على البورد اللي انا عايز اشتغل عليه. طب الفاليو ديت، قال لك الفاليو ديت هي عباره عن قيمه بتحطها. لو انت حطيت القيمه دي بواحد، معنى ذلك انك بتقول للبن معينه اشتغلي انبوت. لو حطيت القيمه ديت بزيرو، معنى ذلك انك بتقول لبن معينه اشتغلي اوتبوت. يعني صفر معناها اوتبوت وواحد معناها انبوت. يعني ايه؟ مثال زي كده، مثلا تريس اشيل حرف الاكس دوت واحط مثلا تريس بي بتساوي 0 بي، كلمه الحرف اللي هو 0 بي ده دوت كده بيشير الى ان الرقم اللي جاي بعديه بعد الجزء ده هو عباره عن رقم مكتوب بالطريقه الباينري، الطريقه اللي هي الايه، 0 و1. ادي حاجه زي كده. يبقى اذا نبص للامر تاني، كلمه تريس كلمه ثابته، الاكس بيمثل لي اسم البورت، 0 بي بتساوي قيمه. القيمه دي عباره عن ايه؟ البت الاولاني هنا ده بيمثل لي البنايه رقم 0 في البورت اللي انت اخترته، والرقم اللي بعده ده بيمثل لي البت رقم 1 في البورت اللي انت اخترته، وبعديه البورت البن رقم 2، وبعديه البن رقم 3، وهكذا لحد ما اوصل للبن رقم 7. ما احنا قلنا كل بورت عباره عن كام؟ عباره عن 8. هنفترض يعني ان كلهم على بعض كده، كل بورت عباره عن كام؟ عباره عن 8، من 0 لحد 7. ده كده بيمثل لي البت الايه، الاولاني، ده بيمثل البت الثاني، ده بيمثل البت الثالث. البت الثالث في مين؟ في البورت اللي انت بتحدده هنا بدل الحرف الاكس ده. فلو انت جيت حطيت هنا واحد، معنى ذلك اول حاجه هنفترض حاجتين، هنفترض ان انا حطيت هنا واحد واخترت هنا بورت بي، يعني شلت الاكس وحطيت بي، ايه اللي هيتم بقى؟ معنى ذلك ان البن رقم 0 في البورت رقم بي هتشتغل انبوت. طب ديت معنى ذلك ان البن رقم 1 في البورت اللي اسمه بي شغاله اوتبوت، البن رقم 2 في البورت اللي اسمه بي شغاله انبوت، البن رقم 3 شغاله اوتبوت، البن رقم 4 انبوت، 5 انبوت، 6 اوتبوت، 7 انبوت، البن رقم 7 في البورت اللي انت بتختاره شغاله انبوت. طيب كده انا عرفت احدد بورت كامل اشتغل عليه، اخلي رجوله تشتغل انبوت او اوتبوت، او في شويه منهم انبوت وشويه منهم اوتبوت على حسب رغبتي انا او على حسب الابلكيشن بتاعي. طيب الكلام دوت كده انا شغال على بورت كامل على بعضه. طب لو انا عايز اختار بن معينه من بنات جوه بورت معين واشتغل عليها، يعني ما اشتغلش على البورت كله، ايه الامر اللي انا استخدمه؟ استخدم الامر ده، تريس اكس دوت اف ان بتساوي يا اما 0 يا اما 1. صفر او واحد ما كتبتش زيرو بي ليه؟ لانك انت هتشتغل على بنايه واحده، فالبنايه الواحده يا صفر يا واحد، فمش محتاج تكتب زيرو بي. طيب ايه الان ده؟ الان دوت بيمثل لك رقم البن جوه البورت، يعني الاكس طبعا اسم البورت. هقول انا عايز اخلي البن رقم 3 في بورت بي بتشتغل اوت بوت. البن رقم 3 يبقى ديت اشيل الان واحط 3، في بورت بي اشيل الاكس واحط بي، تشتغل اوت بوت احط الزيرو. نبص على الامثله. في الامثله اول مثال بيقول لك خلي لي بورت بي يشتغل اوت بوت. كلمه اوت بوت تشوفها يبقى تحط قصد البن اللي انت عايزه تشتغل اوت بوت زيرو، تحط التريس بتاعها بزيرو. فاول حاجه بقول لك بورت بي، بقول له تريس بي، كلمه تريس ثابته،
وهشتغل على بورت بي بحط ايه الحرف بي. طب كابيتال ولا سمول زي ما انت عايز. بتساوي 0 بي، 0 بي بقى البنات بتاعت بورت بي، عايز مين منها يشتغل انبوت ومين منها يشتغل اوت بوت، قال لك عايزها كلها تشتغل اوت بوت، يبقى كلها بزيرو. طيب تعال نبص على البورت سي، خلي لي بورت سي يشتغل انبوت، ادي تريس سي بتساوي 0 بي، كل البنات بتاعتي بواحد. ليه؟ لان كل الرجول بتاعت البورت سي عايزه تشتغل انبوت. نبص على المثال اللي بعد كده، المثال اللي بعد كده تقريبا مكتوب بطريقه خطأ، هي خاطئة ماشي. بقول لك خلي لي بين رقم 1 و3 و5 في بورت بي شغال انبوت. اول حاجه اقول له تريس بي لان انا شغال على بورت بي، 0 بي دي ثابته. ايه بقى اللي يحصل؟ دي البيت رقم 0 او البين رقم 0، عايزه انبوت ولا اوت بوت؟ هو بيقول لك اللي انا عايزه انبوت بس رقم 1 و3 و5. فين رقم 1 اهي، يبقى احطها بكام؟ ب1 لان عايزها انبوت. ادي كده 0 1 2 3، دي البن رقم 3 احط له ب1 برضه، 4 5 البن رقم 5 احط له ب1 برضه، بقيه البنات احطهم بايه؟ ب0. يبقى ادي كده البن رقم 0 باوت بوت 1 زي ما هي مكتوب، 1 بايه؟ انبوت يعني ب1. رقم 2 لا انا عايزها بايه؟ تاني نكتبه تاني معلش، البن رقم 7 مش مذكور في اللي فوق، مش مذكور في اللي فوق دول، يبقى البن رقم 7 شغال اوت بوت احطه بزيرو، البن رقم 6 اوت بوت، البن رقم 5 انبوت، البن رقم 4 اوت بوت، البن رقم 3 انبوت، البن رقم 2 اوت بوت، رقم 1 انبوت، رقم 0 اوت بوت. طيب تعال نبص على المثال ده، بيقول لك المثال ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك خليني البنات رقم 0 و3 و7 في بورت سي اوت بوت. اولا بورت سي يبقى ديت بورت سي، خليهم لي اوت بوت. ايه اللي يخليه اوت بوت؟ 7 و3 و0، رقم 7 تكون اوت بوت يعني 0. طيب رقم 6 و5 و4 قال لك خليهم لي اوت بوت، لا بيقول لك خليهم لي انبوت، يبقى دي 1 2 3، يبقى كده 7 باوت بوت و6 و5 و4 بايه؟ بانبوت. ايه تاني؟ 3 شغاله اوت بوت، 2 و1 شغالين انبوت، 0 شغاله اوت بوت. يبقى احنا كده ايه؟ عرفنا نحدد رجول المايكرو كنترولر تشتغل انبوت ولا اوت بوت ازاي. طيب كده احنا عرفنا نحدد رجول المايكرو تشتغل انبوت ولا اوت بوت ازاي. طب لافترض مثلا انا شغلتها اوت بوت، المفروض بقى طالما هي شغاله اوت بوت اطلع عليها قيم، احط عليها 5 فولت او 0 فولت، ما هم دول الكنترولر بيخرجوا على المايكرو. فايه الامر اللي انا استخدمه علشان اخرج قيم على رجول المايكرو كنترولر بعد ما حددت ان هي تشتغل اوت بوت؟ الامر دوت زي امر تريس بالظبط، شغال نفس النمط، بس الفرق ايه؟ ان انا اشيل كلمه تريس واحط كلمه بورت، اشيل كلمه تريس واحط كلمه ايه؟ كلمه بورت. بقت بورت اكس، اكس برضو بشيلها واحط بي او سي او دي او اي او اي، وفاليو بنفس طريقه، الفاليو هتكون بنفس طريقه اللي اتعاملنا بيها مع الامر تريس. لو جينا بصينا كده بقول لك خلي لي حط لي 5 فولت على كل البنات بتاعت بورت بي، ادي بورت بي، كتبت بورت بي بتساوي 0 بي، كل البنات حط لي عليها 5 فولت، يعني كل البنات عباره عن كام؟ عباره عن 1، 5 فولت يعني 1، يعني باللوجيك يعني ما اكتبها في الكمبيوتر بقى 1. فبقت البن رقم 0 عليها 1، البن رقم 1 عليها 5 فولت، البن رقم 2 عليها 5 فولت، رقم 3 عليها 5 فولت، وهكذا. طيب بقول لك خلي لي كل البنات بتاعت بورت سي خلي عليها 0 فولت، 0 فولت يعني لوجيك 0. فاقول له بورت سي حط لي عليه 0 بي، دي ثابته، حط لي عليه كل البنات بتاعته بايه؟ ب 0. تعال نبص هنا كده، حط لي 5 فولت على البنات رقم 1 و3 و5، تعالوا نحط كده، هو قال لك 1 و3 و5 عليهم 5 فولت، يعني 1 و3 و5 قيمهم ب1. طيب 7 قيمتها كام؟ ب 0، 6 قيمتها كام؟ ب 0، 5 قيمتها ب1 زي ما هو طالب، 4 ب 0، 3 ب1 لان هو طلب 3 يكون عليها 5 فولت. طيب 2 ب 0، 1 احط عليها 1 عشان يبقى عليها 5 فولت، 0 ب 0. طيب بيقول لك هنا بقى ايه؟ خلي لي البن رقم او حط لي 5 فولت على 0 و2 و4 في بورت سي، ادي كتبت بورت سي، اقول له 0 بي حط يا سيدي، قال لك 0 و2 و4 هحط قيمهم بايه؟ ب 1.
احط قيمهم بواحد. طيب يبقى 7 بزيرو و6 بزيرو و5 بزيرو و4 بواحد و3 بزيرو و2 بواحد و1 بزيرو والبن رقم 0 بواحد. بقى كده اللي هو طالبه 0 و2 4، ادي البن رقم 0 وادي البن رقم 2 وادي البن رقم 4، عليهم كام؟ عليهم 5 فولت. كده انا عرفت ازاي احدد البنات المايكرو كنترولر تشغل انبوت ولا اوتبوت ازاي، وعرفت كمان البنات اللي هي شغاله اوتبوت اطلع عليها قيم ازاي. طب تمام. طب لو انا عايز اشتغل على بن معينه من بنات المايكرو كنترولر وهي بن واحده، اطلع عليها قيمه ازاي؟ قال لك زي ما كنت بتستخدم الامر تريس دوت اف ان بتساوي 0 او 1، هتستخدم الامر اللي هو بورت اكس دوت اف ان بتساوي 0 او 1، حيث الاكس اسم البورت والان هو رقم البن جوه البورت اللي انت اخترته. لو جينا هنا مثال بيقول لك خلي لي البن رقم 3 في بورت بي، خليها لي تشتغل كانبوت. ادي اول حاجه اقول له بورت بي دوت اف ايه بقى؟ دوت اف 3، لانه بيقول لك البن رقم 3 شغاله ايه؟ شغاله انبوت. انبوت يعني قيمتها بكام؟ بواحد. بيقول لك خلي لي البن رقم 5 في بورت سي شغال اوتبوت، ادي البن اقول له بورت سي الاول دوت اف ايه؟ طبعا هنا في غلطه شنيعه يا جماعه، الغلطه اللي هنا ايه؟ ان انا هنا استخدمت كلمه بورت، المفروض دي كده تريس، لان انا هنا بحدد الاتجاه، بيقول لك خلي لي البن رقم 3 انبوت، يعني بحدد اتجاه مش بخرج قيمه، فهنا الامر يتكتب ايه؟ تريس. وكذلك برضو هنا اشطب دي كده واكتب ايه؟ واكتب تريس. يبقى تريس سي، تريس سي ايه بقى؟ دوت اف، انت عايز البن رقم كام؟ رقم 5. عايز تخليها انبوت ولا اوتبوت؟ تخليها اوتبوت، يبقى تحط هنا 0. تريس سي دوت اف 5 بتساوي 0. طب هنا بيقول لك خلي لي على البن رقم 2 في بورت سي خليها لي 5 فولت. يبقى دي بورت سي، البن رقم 2 يبقى دوت اف 2 بتساوي كام؟ بتساوي 1 عشان يطلع عليها 5 فولت. بيقول لك حط لي 0 فولت على البن رقم 7 في بورت بي، بورت بي بقى دي بورت بي. البن رقم 7 دوت اف 7 بتساوي، عايز تحط عليها 0 ولا 5 فولت؟ عايز تحط عليها 0 حط، يبقى 0 فولت يبقى تحط هنا 0، عايز تحط عليها 5 فولت يبقى تحط هنا 1. نبتدي نبص على حاجه مهمه ثانيه عايزين نخلصها قبل ما الفيديو يوصل لمده كبيره ما نعرفش نكمله على اليوتيوب. الحاجه الثانيه بقى، احنا كده عرفنا نخرج قيم على المايكرو. طب لو هو شغال انبوت وعايز اقرا قيم، قال لك بتقراها بطريقتين. الطريقه الاولى انك تقراها في الشرط بتاع اف او هوايل، انك تقول له ايه بقى؟ تقول له بورت بي يساوي يساوي، هنا في يساوي كمان معناها هل، يعني هل بورت بي يساوي يساوي 0 بي القيمه دي؟ لو بورت بي بقى بيساوي القيمه ديت فعلا، يعني لو انت حاطط سويتشات على البورت بي ومخلي كل السويتشات قيمها بواحد، هيبتدي ينفذ الامر ده. طب لو ما كانتش قيم كل السويتشات بواحد هيبتدي ينفذ الامر ده. اذا دي الطريقه الاولى اللي بستقبل بيها قيم من على المايكرو كنترولر، ان انا بستقبلها في الشرط بتاعي اقول له هل بورت بي، يعني معناها ايه؟ اقرا لي قيم بورت بي وشوفها بتساوي القيمه دي ولا لا، معنى ذلك ان هو هيقراها، يستقبلها يقراها يعني. طيب الطريقه الثانيه انني اعمل متغير من النوعيه الحرفيه unsigned character int، واحنا عرفنا ازاي بنعمل على المتغيرات. اسم المتغير اسمه انج، وبقول له شغل لي بورت ايه، شغل خليه لي الخمسه دولت منه يشتغلوا انبوت ودولت شغالين اوتبوت. عرفنا امر تريس شغال ازاي؟ تريس بي بورت بي شغال كله اوتبوت، معنى احط زيرو من غير زيرو بي معناه ان البورت كله شغال اوتبوت. وخلي لي بورت بي، خرج لك كلمه بورت يعني خرج، خرج لي على بورت بي ايه؟ زيرو، يعني خلي لي بورت بي كله بصفار. بعد كده ده امر حدد لي البنات بتاعت بورت ايه، مين شغال انبوت ومين شغال اوتبوت. شغال هنا الامر ده حدد لي بورت بي ان هو شغال اوتبوت. الامر ده خرج لي على البورت بي قيمه ايه؟ خرج لي عليه كام؟ صفر. بقى البنات كلها بتاعت بورت بي عليها صفر. بقى كده هوايل واحد، اعمل ايه بقى؟ خد لي اقرا قيمه البورت ايه وخزنها لي في المتغير اللي اسمه انج. ما احنا قلنا علامه اليساوي بتاخد اللي على الشمال وتحطه في اليمين، فياخد بورت ايه ويحطها في الحرف انج. بقى كده يعمل ايه؟ ياخد الانج ويطلعه لي على بورت بي. احنا قلنا بورت ايه شغال انبوت، معظمه شغال انبوت، هقرا القيمه بتاعته احطها في المتغير، بعد كده اخد قيمه القيمه ديت اطلعها على بورت بي. لو الجزء ده مش مفهوم ان شاء الله هيتفهم في الاجزاء في المشاريع اللي هنعملها.